عمي مختار هذا اللي لازم نترك نزوره هذا مو جهاز نتاع ال 55 55 هذا مجال خرجت مع الجماعة والجماعة قالوا لي لا خصك ترجع تدير عمل باش نمشي ومشيت درت عمل وجيت ورب العالمين جاني صاحبي اللي مشيت له والله ما قتلته هو والله ما قتلته هو مسلح وربي جاني منه وهو ربي جاني مني هو هرب وانا مشيت خاطري وياتي مشيت هذاك اللي عطاني جابوا صوتوه هذا عطاني جابوا صوتوه عمر بن جريس صوتوه قالوا لي وش عندك من عام عمي الحاج؟ عملنا في صفر تويت لو 20 ديسمبر راه عندي 90 عام الله يبارك الله يبارك اي اليوم اليوم رانا زرناك في سبيل الله نطلبوا رب العالمين لازم نشهد الموه باش ترى الجزائر كيف تستنى هذا والله اللي يعني تلقى السارة في البحر وفي الصحراء يلعبون لم كفارح من قلب الخلص كانت عندي المكحلة في القرطاس والله ما يلود والله ما يلود ومشي ودي ولا أمل بيه كل يوم الحمد لله السارة عندنا فعندنا طيار عندنا باش نسمع